توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية شكر وتقدير وإعزاز وإجلال لشعب مصر العظيم على تجديد الثقة وتحمل مسؤولية الوطن. وجدد الرئيس خلال كلمته عقب أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب العاصمة الإدارية العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن. اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أتوجه بتحية شكر وتقدير لشعب مصر العظيم، صاحب الكلمة وصاحب القرار، رمز الأصالة والعزة والصمود. لكم جميعاً يا أبناء مصر الكرام، خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة لتحمل مسؤولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة. السيدات والسادة، دعوني ونحن في ربوع هذا الصرح العريق الممثل لإرادة شعب مصر أن أجدد معكم العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، متسلحين بعرق التاريخ لا نظير له بين البلاد، وعزيمة حاضر أشد رسوخاً من الجبال، وأمال مستقبل يحمل بإذن الله كل الخير لبلدنا وشعبنا. شعب مصر العظيم، منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه نداءكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جلية ساطعة مدوية، وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من براثن التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها هو خياري الأول فوق أي اعتبار، وذلك من خلال نهج المصارحة والمشاركة بشأن كل القضايا والتحديات التي واجهناها، مؤكدا لكم أن تماسك كتلتنا الوطنية ووحدة شعبنا هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها.